السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ما كملاش 24 ساعة حطيت فيديو على عنف الأطفال وتعنيف الأطفال وشنو هما الحوايج اللي منهم كنقدروا نقولوا بأنه عنف. وواحدة من الحوايج هدرت عليها في الفيديو ديالي الثاني وهو العنف الجنسي. والعنف الجنسي كنعني به الاغتصاب. الله يرحمه ويجلل عليه الرحمة ديك الوليد اللي مات عدنان. شنو هو الظلم؟ شنو هو زعما اللي دار اللي خلاه يدير هكا؟ ديك الحيوان الوحشي اللي دار فيه هاد الشيء، علاش؟ بزاف الأسئلة كيطرحوا. مي كتكون شي مشكل في شي حومة، كل شيء كيكون حاضر ناظر، كل شيء هز التليفونات وكيصور، وكل شيء عينيه مبرققين. راه بعض المرات تكون هي شي مرة ولا شي راجل كيطلل من دارو ويبان له شي حاجة. نقولوا ديك الوليد دخل مع ديك السيد والناس شافوه وقالوا هذا كيود الحومة، كيعرفوا يمكن يعطيه شي حاجة، باه سخرو يهزلو شي حاجة مثلا. حنا كنديروا الافتراضات، ولكن حتى واحد ما شاف بان ديك السيد خارج وشي حاجه في يديه. حتى واحد ما جاتو دماغو ديك السيد يكون دار شي حاجه لديك الطفل، لان منين دخل معاه ما خرجش معاه. حتى واحد ديك ساعات ما قدر يسول. حتى واحد ديك ساعات ما كان كيطل ولا دايز من حدا الدار ولا واقف في الحومه. شحال من واحد كيشومي جالس واقف في الحومه ما كيدير والو، كيشحاض غير الداخله والخارجه. والغريب في الامر هو بانه تدفن في نفس البلاصه، يعني في نفس الحومه، في نفس البيئه اللي هو فيها، وتوحد ما شافو كيتدفن. توحد ما شاف هذاك كيدفن شي حاجه، نقولوا داروا في ميكا، قطعوا طراف، الله يستر، ولا ما عرفناش حنا الحاله اللي حدي الان. حتى واحد ما طاحت له في الدماغ ديالو بان شي حاجه ماشي هي هذيك. ولكن ودائما كنقولها لكم، عباد الله، حضي وليداتكم في المغرب ولا في اي بلاصه كتصيفطوهم يتسخروا هما صغار. خاصك شي حاجه سير انت جيبها، يا تعاونو يعتمد على راسو، ولكن خاصك انت تكون معاه ولا انت تكون معاه. اما القضيه ديال تصيفطوا للحانوت هير هنايا على برا، الا ما كانتش عينيك عليه كتشوفو من الشرجم ولا من البالكون، ما تصيفطوش. هي الحومه عامره، الولد ماشي مع ولد الحومه، باين في الكاميرا ماشي معاه. كلشي غايقول هذاك الجار ولا شي حاجه كيعرفوه ماشي معاه، حتى واحد ما غطحلو على بالو يسول. ولكن انا كنقول للناس لعائلته البركه في راسكم، وكنتاسف على هذا الشيء اللي وقع لولدكم، لان فعلا كيضر في الخاطر، كيضر في الخاطر، لان الله يستر الواحد كيتخايل ولده ولا بنته وقع له نفس الشيء. وانا عارفه الحزن دابا اللي تكونوا فيه، ولكن هذا السؤال ماشي هي ليكم، السؤال هذا لكل شيء. وفي نفس الوقت كنحاول نصح ونعاود عباد الله، حضي ولادكم عباد الله، ما تخليوش ولادكم يخرجوا بوحديتهم. فين هما التليفونات الناس اللي جالس قيل تصور الغرائب والعجائب؟ فين هما الناس اللي فمهم ما كيسكتش بالهضره في هذا وهذا وهذا، وحط على هذا وهذا؟ اش كدير كاين شي مراه كتدخل وكتخرج الرجال، ولا شي واحد مازال صغير كيدخل البنات؟ دائما كان الحومه كلها عارفاه، حيت علاش؟ كلشي حاطو، كلشي عاجبو يتفرج ويشوف. ولكن من جات الطفل تهمل. دابا كاين هذا مشتبه فيه، هذا هو، ودايرين التصاور ديال هذاك، انا كنسميه حيوان وحشي، يعني حتى الحيوانات فيهم الالفين. لماذا 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 لماذا؟ واش ولينا في الزمن كنشهروا اتفه الاشياء؟ ومي كتجي الجد كل شيء كيدير ها وها وها. عباد الله بركاو، حدلوا عينيكم على الحوايج اللي خاصهم يتريبورطاو، ماشي الحوايج اللي تافهين تحطوا في السوشيال ميديا. الله يرحمكم الوالدين وحضي وليداتكم. شكرا.